الطريقه ديال الاعتزال ديال البدر هاري جاتني شويه محرجه مع احتراماتي ليه وهذا. انا ولد الدومين ما نكذبش عليك اخويا ما عجبتنيش، كان عليه ما يلعبش ذاك الماتش كاع، يخليه وجهنا كبير ووجهه حتى هو. ومن اللعب اخويا المهم هذا السبور يعني، تقدر تخسر تقدر تربح، غير المهم داك الاعتزال ديالو جاني غريب. انا ما كرهتوش كون عاود لعب ماتش مع داك خينا وعاد في التالي اعتزل. الطريقه اللي كان يعتزل بها قبل ما يلعب هذا الماتش كان يعتزل، ولا يقول لهم السلام عليكم راني اعتزلت، كتجي زوينه. دابا باش فهمتي باش تعتزل بديك الطريقه ديال واكل العصا ومعتزل، ما حنا المغاربه فينا راك عارفوا كيفاش داير، ما تنبغيوش شي حاجه سميتها نرجعوا للور. طريقه الاعتزال ديالو خدا عن قناعه، يعني هو حس براسو انسان كبر، هو عطا في الرياضه ماشي ما عطاش. هو معروف ملك كيك بوكسين، يعني من الاداء ديالو الخدمه ديالو راه باينه، خدا هذا الاعتزال ديالو عن قناعه، اللي هو عطاه ماشي ما عطاش. وراه السيره الذاتيه كتبين كلشي من خلال النزالات اللي قام به مع ريكونا، بالنظر ديالي ما خسرش. يعني بالنسبه للنزال اللي كنشوفه يعني راه هو الرابح. كان علي ما اعتزلش ديك الساعه في الحاله، بيمشي شال جاي ما عرفتش، يمشي شال بدا الساعه بخرى على ديك الساعه اعتزل، ما جاش بحال هكاك، حيت هو اصلا بحال لا فهمتي طلع عليه الدم، ما كان جاي ناوي يربح، كان كيلوح ستوريات انستاب اللي كيتريني اللعيبات صافي بحال طلع لي الدم، قال لهم اعتزلت ما حملش راسو فهمتي، خصوصا مع داك ريكو ما بقى كيسلخ فيه وعاود يسلخ فيه، صافي ما حملش راسو واعتزل. دابا هذا جاب لي سلام مع خونا. ماشي طريقه رياضيه، لان الانسان دوز واحد الكارير ديالو في السبور الحمد لله، ملي وصل لواحد السن وما حالفوش الحظ فشحال المقابلات فرجنا فيه وداكشي المقابلات الاخرين اللي خسر فيهم، صافي من الاحسن يخلي المجال لواحد اخر، لانه هو دوز عنده واحد بالماريس سميتو في هذه الرياضه، والحمد لله حنا المغاربه كنا كنبغيوه وكنشجعوه وداكشي، ولكن الخاتمه خصها تكون ختامها مسك. يعني مثلا وصلتي لواحد السن انا ما قدرتيش تجاري هذوك الرياضيين بداك القوه ديالهم وداكشي، من الاحسن قلنا تقبل الهزيمه وقدم اعتزل بالطريقه اللي حبيه، واللي ما تطيحش بالقيمه ديالك، لان انت الحمد لله معروف على الصعيد الوطني، معروف على الصعيد الدولي، معروف الحمد لله عندك واحد السمعه طيبه. اذا لا داعي انه مثلا يتكرر بحال هذا السلوك ديال انه مثلا هذه الطريقه باش تعزلتي انا ما باغيش انا هذه، خلال شي واحد اللي يلاه بدا في الميدان، ولكن انت عندك واحد التاريخ في هذه الرياضه، وحنا الحمد لله اعتزلتي ولا ما اعتزلتيش حنا كنبغيوك وكنحيو من هذا المنبر هذا، كنحيوك وكنقول لك الله يكمل بخير. هذيك الطريقه ديال العز، خرج بعزه، احسن يخرج دابا ولا يبقى تيبقاش مات، اللهم يخرج دابا يخرج بالعز ديالو ويبقى دائما بطل. راه المغرب كله كيعتز به، راه مفخره ديال المغرب هذاك. ملي كيوصل لواحد الدرجه اللي ما تلاش داك صافي، الله يجعل البركه، يعاود يخلي يكون قدوه للاخرين، يجيو عاوتاني جدود يبلاصيو اخرين، عاوتاني يجيو ناس اخرين ويبداو جيل جديد اخر. جاتني طريقة عادية، اعتزال كجميع الرياضيين طريقة عادية ما فيها حتى شي حاجة اللي هي يعني حتى ما بقاش حتى في العطاء ديالو، من أحسن حاجة اعتزل. رياضي مغربي حاصل على ألقاب، عنده مكانته في المصارعة، ممكن هذيك الطريقة اللي بانت لي مناسبة بالنسبة ليه هو خويا.